طقس حار نسبي يوم الجمعة وبداية تأثير الموجة الحارة يوم السبت، لتكون الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة ابتداء من يوم السبت، وتفاصيل هذه الموجة الحارة بعد الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير. إذا كانت الأجواء صيفية اعتيادية في معظم مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي، ولكن بدأت ارتفاعات تدريجية من اليوم وحتى يوم الغد، لتصل الموجة الحارة يوم السبت إلى المملكة وتصبح درجات الحرارة مرتفعة نسبيا، ولنشاهد سوية مسار درجات الحرارة في شرق العاصمة عمان خلال الأيام القادمة. نجد أن اليوم وغدا تكون درجات الحرارة 34 درجة مئوية في العاصمة عمان، أي أعلى بقليل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. أما يوم السبت والأحد والاثنين تبدأ درجات الحرارة تصبح في أواخر الثلاثينات، وتحديدا يوم الأحد، لذلك نود التنبيه من التعرض المباشر لأشعة الشمس. تفاصيل أكثر عن هذه الحالة مع خرائط درجات الحرارة نشاهد هنا. يوم الجمعة درجات الحرارة حارة نسبيا، أما يوم السبت تبدأ هذه الموجة بالدخول إلى أجواء المملكة، ونتمنى السلامة مجددا للجميع. فيما يخص الأجواء لهذه الليلة في العاصمة عمان، أجواء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 21 درجة مئوية، وسرعة الرياح تصل إلى 15 كيلومتر في الساعة. أما في ثلاثة أيام القادمة، يوم الجمعة والسبت والأحد كما ذكرنا ارتفاعات تدريجية، 32 درجة مئوية يوم السبت، يوم السبت 35، ويوم الأحد 37. أما في ساعات الليل من 21، 22 و23 درجة مئوية أيضا ارتفاعات تدريجية في العاصمة عمان. ننتقل لمعرفة درجات الحرارة في باقي مناطق المملكة، ونبدأها شمالا من إربد، 35 نهارا إلى 24 ليلا في المفرق، 35 نهارا 21 ليلا، جرش 35 إلى 23، في عجلون 33 نهارا و 21 درجة مئوية في ساعات الليل، في عمان 32 إلى 21، في الزرقاء 36 إلى 23، البلقاء 32 إلى 22 ليلا، مادبة 31-20، وفي البحر الميت أجواء حارة 41 نهارا و 29 درجة في ساعات الليل. الكرك 33 إلى 20 درجة مئوية، الطفيلة 32 إلى 21، معان 33 إلى 20 درجة مئوية، في جبال الشرات 29 إلى 18، وفي العقبة أيضا أجواء حارة 42 نهارا و 29 درجة في ساعات الليل. رويشت 37 إلى 24، في الصفاوي 38 نهارا 23 ليلا، في الأزرق 37 نهارا و 22 درجة مئوية في ساعات الليل. نود التنبيه مجددا من التعرض المباشر لأشعة الشمس، نتمنى السلام للجميع ودمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.